بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فالمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من وحبيبه, وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة كشف عنه الغم واتركنا على محدد البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين تحيات طيبة بإذن الله سأتكلم اليوم في عجاله عن بدعتين مذمومتين للأسف الشديد ظهروا في المجتمع وانتشروا انتشارا فاحشا. وأنا حزين جدا لأن هذه هذه البدع بتنتشر في المجتمع وبتستشري وعماله بتزيد وتزيد. أول بدعة بدعة القزع وهي حلق جزء من الرأس وترك الجزء. للأسف يعني هذه البدعة المذمومة ااا الرسول عنها أشد النهي. هذه البدعه كان افعالها اليهود. هذه البدعه او هذه او هذه الحلقه او كان يفعلها اليهود. وفيها مثلة وفيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وتغيير لفطره الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى خلقنا الراس له شعر. واجاز لنا ان احنا نحلق الشعر. اذا اصاب الانسان قمل او اصاب الانسان حكه او في الحج او في العمره بنحلق الشعر. في الحر الشديد الشعر كبر لكن لا يجوز لنا ان احنا نحرق جزء من الشعر ونترك جزء من الشعر سبحان قال حديث كله او اتركوه كله خلق جزء من الشعر وترك جزء من الشعر بدعه مذمومه وفيها تشبه فيها تشابه باليهود اليهود شر خلق الله سبحانه وتعالى هم شر خلق الله سبحانه وتعالى اليهود هم الذين قتلوا سيدنا يحيى بن زكريا عليه قتلوا سيدنا زكريا عليه السلام وقتلوا بعده يحيى عليه السلام اليهود حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من مره اليهود خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم كل كل طوائف اللي كانت خانت الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريزة وبني النضير وبني قينقاع والرسول صلى الله عليه وسلم اجلاهم كلهم حاولت الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من مره نشا منهم واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي عليه لعنه الله كان اسود اللون اظهر الاسلام كذبا وهو الذي ساهم في قتل سيدنا عثمان بن عفان مع طائفه من المرافقين للاسف الشديد كانوا كانت هذه الطائفه من مصر. بعد قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سعى في الارض خرابا وهو الذي اظهر التشيع اول واحد نادى بالتشيع ونادى بالمغالاه في, في سيدنا علي بن ابي طالب هو عبد الله بن السبع اليهودي. وسيدنا علي بن ابي طالب كان كان ويريد لو انا لو 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 طولته اقطعه اخلقه بالنار لكن وهو الذي اوقع بين بين سيدنا معاويه بين سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا معاويه تسبب في الفتنه الشديده التي حدثت يعني سيدنا معاويه بن ابي سفيان عندما خرج للقاء سيدنا علي لم لم يكن هناك نيه للحرب ولا سيدنا علي بن ابي طالب كان في هناك نيه للحرب بل كان هناك مكاتبات سيدنا معاويه يريد ان اخذ الصقر ويريد آه هو كان ولي سيدنا عثمان بن عفان كان ابن خال سيدنا عثمان بن عفان كان اموي وكان يريد كان كان يعني مذهبه ومذهب الناس الناس اللي مع سيدنا معاويه انه يجب الثار لسيدنا عثمان بن عفان. سيدنا علي بن ابي طالب مش قادر ياخد بالثار لان المدينه كانت خاويه ما فيهاش اي حاميه وكانت كانت في حاله اضطراب شديد فكان بيقول لسيدنا معاويه اقعد على اقعد على الكرسي اقعد على الخلافه وبعد كده هعمل حص من قتل عثمان. قطر عثمان كانوا ملتفين حول سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا معاويه رفض ان يبعث البيعة لسيدنا علي قال له يجب عليك أن تسلمني قتلة عثمان فخرج سيدنا علي سيدنا أبي طالب ليقابل سيدنا معاوية بن أبي سفيان ليحدث بينهم ليه... 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 تفاهم لكن ف... بقى هنا في معسكر وهنا في معسكر عبد الله بن سبي اليهودي ومعه طائفة من المنافقين اللي هما آه... قتلوا سيدنا اند... اند... اندس ليلة في المعسكر سيدنا معاويه قتل منهم بعض الناس في معسكر معاويه علي بن ابي طالب قتل بعض الناس الطائف طائف ظنت ان الطائفه الاخرى تعتدي عليه فرشبت الحرب يعني فتسبب في هذه الحرب فقتل في فيها اكثر من 40 الف واحد من الصحابه والتابعين ولحتى الان يهود هم تجار السلاح وهم اللي وهم اللي بيحركوا امريكا وهم اللي بيحركوا يعني اشار لخلق الله سبحانه وتعالى وهم الذين سيد... اكثر أدب... هم اكثر اتباع المسيح الدجال عليه لعنه الله عندما يظهر المسيح الدجال هل ترضى بنفسك ان تتبع اليهود؟ التشبه أت... باليهود في اي شيء هو كبير من الكبائر حلقة القزع دي حلقة حلقة منكرة وهي بدعة مذمومة للأسف كل الشباب في إعدادي وثانوي كلهم دلوقتي الآن بيحلوا بيحل جزء من الشعر جزء من الشعر أين الأمر بالمعروف والنهي المنكر كيف ترضى لنفسك أن ترى هذا وتسكت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع بقلبه وهذا أضعف الإيمان وفي رواية ليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان خردلة من إيمان يبقى اذا انسان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع شرط قال فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه يبقى اذا شرط انك انت تنتقل من الـ الـ الانكار الانكار باللسان هو انك لا تستطيع اذا كنت لا اذا كنت تستطيع تغيير المنكر بيدك فعليك ان تغيره بيدك بلسانك. يبقى الانسان هنا لازم لا ينسى اذا خالك ابن عمك زميلك في المدرسه بيحلق هذه الحلقه فما تستهونش تقولش انا مالي قل له اتق الله هذه الحلقه تغضب الله سبحانه وتعالى هذه فيها تشبه باليهود هذه من الكبائر انك تتشبه تتشبه باليهود اصلا نهانا نهانا ان نتشبه بالكتاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا تحذون حذو اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر دخلتموه وهذا هو حدث يعني هذه الحلقه تشرح المجتمع وبتزيد عمال عماله بتزيد لان ما حدش بيتكلم ما حدش على المعروف انا على المركب الناس ماشيه في الولاد ماشيين في الشارع كلهم حالين جزء شعر تركيب جزء مش بيتكلم يجب علينا ان نتكلم كل انسان يجب عليك ان تامر بالمعروف وتنهى عن وتنهى عن المنكر ولا تكون شريكا في الاسم هذه اول بدعه مذمومه البدعه الثانيه بدعه شراء البنطلونات الجنس الممزقه ومقطعه للاسف البنطلونات الجنس الممزقه ومقطعه تباع وهذه ايضا بدعه مذمومه هذه هذه البنطلونات او كان بيلبسها الهيبز شباب من سفلت او رعاع الفرنسيين او الاوروبيين كانوا يسكعون في الشوارع وكان مبداهم يقول نفعل ما نشاء وقتما نشاء كانوا يفعلون كل المنكرات يشربون الخمر يمارسون الزنا في الشوارع واللي احنا عايزين نعمله بنعمله ودي و... 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 حريه اشبه اشبه بعبدة الشيطان والعياذ بالله فكيف تتشبه باول الناس؟ يعني الشباب يشتري بنطلونات الممزقه موضه تشتري بنطلون ممزق كيف ترضى نفسك بهذا كيف كيف يرضى الاب او كيف يرضى الاب من يرى اولاده يتبعون هذه 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 بدعه منكره هذه بدعه منكره شراء البنطلونات الممزقه فيه تشبه باليهود بالنصارى فيه تشبه بالهيز سفلت ورياع الاوروبيين لذلك وجب علينا ان ننبه كل انسان يرى انسان يلبس بنطلون ممزق ومقطع يجب عليه ان ينبهه ينبهه ويقول له لا اتق الله لو شفت انسان عامل قذف في جزء من عليه ويقول له اتق الله لا, لا تفعل هذا انت مامور بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم